انتشرت كثير من الشائعات عن البطاطس وأنها طعام ضار، غير أننا في هذا الفيديو سندافع عن البطاطا، فنحن نرى أن البطاطس قد ظلمت ظلما شديدا، وما ارتبط بها من ضرر ليس ناجم عنها، إنما هو ناجم عن طريقة تحضيرها، مثل قليها بالزيت المستعمل أو أكلها مع الزبدة والكريمة، وكلها أطعمة دسمة تسبب كثيرا من المشاكل الصحية. أما البطاطس عكس ذلك تماما، وهذا ما سنثبته في هذا الفيديو من معرفة وأكثر مع صديقنا أحمد. أمامك فرصة لدعم وظيفة دماغك ووقايته من التعب. كيف؟ تحتوي البطاطا على فيتامين باء المركب والأحماض الأمينية والأكسجين ومستويات متوازنة من الجلوكوز والأحماض الدهنية أوميجا 3. هذا يمنحها القدرة على دعم وظيفة الدماغ ووقايته من التعب، كما أنها تحسن النشاط المعرفي وتنقل الأكسجين وتزيد تدفقه إلى الدماغ بشكل فعال، وتعزز نسبة البوتاسيوم الذي يوسع الأوعية الدموية، مما يحفز وظيفة الدماغ عن طريق زيادة تدفق الدم إليه. أسئلة مهمة: هل البطاطس القديمة صالحة للأكل؟ عند التخزين لمدة طويلة قد يتحول لون البطاطس أو البطاطا إلى اللون الأخضر، وقد تنمو فيها براعم صغيرة، فهل تبقى صالحة للأكل رغم هذا التغيير؟ وما هي الأعراض الجانبية لتناولها على هذا الحال؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتخزينها؟ يظهر اللون الأخضر جراء السولانين، وهو سم طبيعي يعثر عليه تحت القشرة مباشرة، وخصوصا تلك التي بها براعم، حسب ما يحذر أحد مراكز المستهلك في ألمانيا. ويمكن أن تحتوي البطاطس التي تم تخزينها بشكل غير ملائم على مستويات سامة من السولانين، وبالتالي إذا أردت المجازفة بتناول بطاطس قديمة يجب أولا أن تقشرها. وإنها لفكرة جيدة أيضا أن تقطع قطعا كبيرة حول أي جزء به نقاط خضراء أو براعم. لهذا السبب يجب تخزين البطاطس في مكان بارد ومظلم، وإذا لم يتسن ذلك من الأفضل شراء كميات قليلة وصغيرة واستخدامها سريعا. ويجب عدم تناول البطاطس التي بها لون أخضر في نقاط عدة أو بها الكثير من البراعم، كما أن الماء المستخدم في طهي البطاطس لا يعود مفيدا لأن السولانين إلى حد ما ينتقل إلى المياه. سندافع عن البطاطا الآن. هي مصدر غني للكربوهيدرات والألياف، ولكن ما السر في أنها تتحول إلى غذاء شرير عند قليها؟ هيا نعرف هذا السر الذي كنا نجهله. وفقا للدكتور جوناثان بونيت، فإن تغير قيمة البطاطس عند تحولها إلى بطاطس مقلية راجع إلى الخطوات التي تمر بها، وتشمل أولا التقشير الذي يتضمن إزالة قشرة البطاطس التي تحتوي على جزء كبير من المغذيات والألياف الغذائية. ثانيا التمليح عبر إضافة الملح الذي يرتبط الإفراط في تناوله بمخاطر صحية على القلب والأوعية الدموية. فمثلا الحجم المتوسط من البطاطس المقلية في مطاعم الوجبات السريعة يحتوي على 246 ميلي جرام من الصوديوم، أي 10% من الحد الأعلى الذي لا ينصح بتجاوزه يوميا من الصوديوم. ثالثا القليف الزيت والذي له ثلاثة تأثيرات، وهي زيادة المحتوى من السعرات الحرارية والدهون. فمثلا الحجم المتوسط من البطاطس المقلية في مطاعم الوجبات السريعة يحتوي على 365 سعرا حراريا و17 جراما من الدهن، أي 26% من الحد المسموح به يوميا. ثانيا ظهور السكر ودهون الترانز، وهو ناتج ثانوي من عملية الهدرجة الجزئية للزيوت، وترفع نسبة الكوليسترول السيء في الدم، ولها علاقة بأمراض القلب في البطاطس بكمية قليلة، وهذا ينطبق خاصة على البطاطس المقلية في المطاعم، إذ أن الزيوت التي تستخدم لقليها قد تكون استخدمت لقلي أغذية أخرى مثل الهامبرجر أو السجق أو فطيرة التفاح، والتي تترك جزءا من محتوياتها في الزيت وتنتقل للبطاطس عند قليها. الأمر الخطير ظهور مادة الأكريل أمايد فيها، التي يعتقد أن لها علاقة بزيادة احتمالية إصابة الشخص بالسرطان.
رابعاً التقديم، وفي هذه المرحلة الأخيرة فإن البطاطس عادة تقدم مع غموسات مختلفة، أبرزها الكاتشب الذي يحتوي السكر والمايونيز الذي يحتوي على الدهون. ما رأيك بما سمعت؟ شكراً لصديقنا أحمد، وأنتم أصدقائي هل غيرتم رأيكم عن البطاطا؟ نتمنى أن تكون هذه المعلومات قد نالت إعجابكم، وفي الختام ندعوكم لدعم القناة من خلال الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات والإعجاب بهذا الفيديو، كما نطلب منكم مشاركة الفيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وزيارة موقعنا الإلكتروني معرفة وأكثر، المنصة العربية الواعدة الأكثر فهماً لحاجتكم. إلى اللقاء.